كانت ريزولوسيون المخصصه للخيول الانجليزيه اصيله بالغه من عمر 3 سنوات فما فوق مزدده ومربات بالمغرب. مسافه السباق غادي تكون 1300 متر، اذا السباق كيعرف مشاركه 300 مشاركين. ومنذ البدايه انطلاقه جيده جدا من جانب رقم 7 تكنيكوم رفقه عبد الله الحراتي اللي كياخذ المبادره منذ البدايه، كذلك محاوله للصعود من جانب رقم 8 بلو فاشن ورفقه ايوب راي من الجهه الخارجيه. اذا رقم 6 ميس بايت سعيد مديحي كيحاول كذلك يصعد الان للمركز الاولى من جهه الحاجز، وكذلك محاوله للصعود من جانب رقم 1 فيدغاج رفقه احمد الكجل من الجهه الوسطى. اذا صراع الان متكافئ جميع الاحتمالات ممكن الان. رقم 7 تكنيكوم طلال حرات في الصف الاول، رقم 1 فيدغاج في المتابعه، ورقم 8 بلو فاشن ايوب راي في الصف الثالث. إذا الإيقاع بدا كيتصاعد الآن. رقم 7 التكنيكوم طلال الحرات كيحاول يتجاوز الخصم ديالو واحد، رقم 1 فيدغاش أحمد الكجل اللي كيجي في الصف الثاني، محاولة كذلك للصعود بجانب رقم 8 بلو فاشن أيوب راهي من الجهة الخارجية كيحاول يمشي للمراكز الأولى. دائما رقم 7 التكنيكوم طلال الحرات في الصف الأول، رقم 1 فيدغاش أحمد الكجل في الصف الثاني، رقم 3 سيرسيدا عبد القادر القندوسي في الصف الثالث. وصل الآن للخط النهائي ومستقيم، والإيقاع بدا كيترفع الآن. رقم 1 فيدغاش أحمد الكجل اللي كيحاول يتفوق على الخصم ديالو، رقم 7 التكنيكوم طلال الحرات. إذا صراع الان بين رقم 1 ورقم 7 تكنيكوم، رقم 1 فيدغاج احمد الكجل اللي كيصعد الان للصف الاول، كذلك محاوله للصعود من رقم 7 تكنيكوم طلال الحرات. اذا رقم 1 فيدغاج احمد الكجل في الصف الاول، رقم 3 عبد القادر القندوسي في الصف الثاني، رقم 8 في الصف الثالث، رقم 2 في الصف الرابع. في انتظار تاكيد هذه النتائج بعد قليل. إذن مفاجأة كبيرة جدا في هذا المسابقة، في دراج رقم 1 اللي كيفوز على رقم 3 سانسيدا، وكذلك رقم 8 فيما كل من تكنيكوم وميس بايت فهما كانوا خارج المنافسة.